السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سونغ ليتل. اليوم غنحضر معكم الميكس الثالث، غادي نسميوه ولا سميتو الميكس بي. ميكس بي كيصلح بزاف الأكترية الحلوة مفيغ وهذا، ولكن غنشارك معكم إن شاء الله الحوايج او الوصفات اللي غنقدروا نشارك نصيبوهم بيه ان شاء الله. غادي نشاركهم معكم دابا. حطيت حيت هذوك الميكسات اتصلوا بيا شي ناس للاسف، قالك شكرا ليك على المجهودات ديالك، ولكن عندهم حساسية من بعض الاشياء والتابيوكا ما لقاوهاش. بزاف الناس صعيبة تلقى التابيوكا، كاينه هي موجوده عند الناس ولكن بقى ما معروفاش. التابيوكا ما معروفاش بزاف. اذا هذا الميكس قلبت عليه، ممكن حتى هو في هذاك الكتاب اللي كنت نشارك معاكم. كيتكون من الارز الاسمر، هذا انا اللي طحنته كما قلت لكم، ما طحنتوش بزاف، قلت باش نخرج منه شويه السميده. هذا طحنت معاكم في الطاحونه العجيبه فاش كنت غير كنشهر في الطاحونه، وطحنتو معاكم باش نوريكم كيفاش كتخدم. وبولينتا، الدقيق ديال بولينتا هو هذا، ديال الدقيق ديال الذره هو هذا، ومايزينا. هادو ثلاثه الاشياء اللي غادي نستعملو، اللي غادي نخدموهم في هاد الميكس. غادي يجينا كيلو ان شاء الله. بغيتو نتوما تدوبلو المقادير، بالفعل راكم غادي تدوبلوهم. غادي نبداو على بركه الله، نديروا الميزان. كيعطيكم شحال هذاك الميكس؟ الف خرج لينا 1300 كيلو 300، والميكس الاول خرج لينا كيلو، وهذا حتى هو ديال كيلو. اذا غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق ديال الذره. 300 غرام انا غادي نعبرها. واضح معكم قريبا نكمل. قريب 96 صافي. ها 300 غرام ديال البولينتا، دقيق البولينتا، دقيق الذرة. ها هو يا غادي نحطو هنايا، المهم في الاخير عاد غادي نغرب ان شاء الله كل شيء. من الارز الاسمر خصني 500 غرام، 500 غرام ارز اسمر. بسم الله. تلتمية وخمسين هنايا. للاسف لقيت سلالية بدقيق الارز الاسمر. غادي نكمل بالارز الابيض. نتوما ديروا كل شيء، بغيتوا تخلطوا نتوما خلطوا. انا كنت المهم مش مزيان، كنت كنصحى بالذرة اللي 500، ساعه الذرة 300 صافي. قريب صافي 500 غرام ديال الارز. كما قلت لكم نتوما ديروه اسمر. بسم الله. و 200 غرام دابا ديال مايزينا، كما كيقول لها مايفين نشا الذره، غندير واحد 200 غرام. اوبس فت، زيد واحد 11 غرام صافي. 200 غرام قد قد. صافي الخليط او الميكس المنزلي هو هذا، كما ذكرت معكم في الميكسات الاخرى الاولى
تنغربلوه، او هو كيقول لك زعما تقدر ديروه في ماكينه وتخلطوا كل شيء باش يتخلط كل شيء مزيان كما كتشوفوا. شوفوا اللوينات الابيض الاصفر والبني، اذا خصهم يتخلطوا مزيان. غادي نغربلو، من الاحسن نغربلو مزيان باش ما يبقاش الكويرات وباش يتجانسوا العناصر. كما قلت لكم الا كنتم مسافرين هاد الميكسات كيساعدونا، وعن تجربة هادشي راه بعد بحث كبير وهذا باش تخرج هاد الميكس، اذا ماشي غير بعد دراسة، اذا راه غيعطيو ان شاء الله واحد النتيجة زوينة لكل الوصفات، الوصفات اللي محتاجينهم بها. بغيتو تسافروا من الاحسن كتمشي هكا، كديو كل شيء هكا في صيدلة واحدة. ممكن تقدروا ديروا فيها الملحه، القياس تاع الملحه وشويه ديال الخميره او الصمغ العربي وشويه السكر، وسديو كل شيء في سطيله وحده الا كنا مسافرين او طلبه او وليداتكم غاديين مسافرين بوحدهم، المهم الشباب ولا صغار غاديين عند العائله باش يصيبوا ليهم ولا يصيبوا بروسهم زعما بنفسهم الخبز ديالهم المأكولات ديالهم. اذا كيجينا هكا سهل صافي. دابا غادي نغربلو وغادي نسد عليه في بواطه. قالك تسدو عليه في بواطه تكون محكمه بحالو بحال الميكسات الاخرين كاملين والدقيقات، وصافي كيكون عندنا واجد. ونخليكم ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله مع وصفات بهذا الميكس، غادي نذكرهم لكم المره الجايه ان شاء الله، وغادي نشاركهم معكم ولا بد. غادي نغربلو كما قلت لكم، صافي غادي نغربلو باش كيتخلط معايا جميع العناصر. كنغربلو انا غير في هاد الغربال ديال الماكينه العجيبه اللي كيكون معاها. عندكم تي مش غربال زعما رق عليه مزيان، وملي كيتغربل كيساعد باش كيتجانس. يلا قدرتو تخلطوه مزيان، تخلطوه هكا بالتحراك وهكا، اما بغيتوش غديرو في العجانه او في شي مولين ماشي مهم شي روبو باش كيتخلط مزيان ويتجانسوا العناصر. وهاد السميده غادي نحيدها، هادي ممكن نقرصو بها، ما غاديش نلوحوها بالطبع، غادي نقرصو بها ولا نديروها في الكسكسو بحال هكا. هاد السميده اللي كتشيط لينا صافي، غنقعدها حتى غنكمل هاد القياس اللي عندي، وبهذا غيكون الميكس ديالنا راه واجد. يلا نخليكم بخير وعلى خير، هذا هو الميكس هانتوما كتشوفوا، باقي مازال ما تخلص مزيان، ولكن هنا راه شكل اخر على الجهه الاخرى. شوفوا هنايا توحد اللون ديالو. يلا نخليكم بخير وعلى خير، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، وما تنساوناش من تعليقكم الزوينه خالص الدعاء والاشتراك في القناه الا مازال ما متشاركينش فضلا وليس امرا، وتشاركوا الرابط مع العائلة ديالكم والناس اللي كيهمهم الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو بعد ما غربلتو كما قلت لكم شوفوا اللون صافي، دابا تقاد اللون. قلت لكم على التابيوكا، واحد فيه تابيوكا والاخر فيه الصوجة، وكاين بزاف الناس عندهم حساسية من الصوجة، داكشي علاش. اذا هذا كنظن غادي يليق، المهم ثلاثه الميكسات متنوعين، المهم ان شاء الله جميع الفئات عندهم الميكس والحمد لله على كل حال. ولا اذا غتلقاو شي ميكس اللي غادي يجي معكم ويوافقكم، وجربوا ان شاء الله ورجعوا عليا في التعليق كيفاش جاكم هالسميده اللي خرجت ليا منهم. اذا قلت لكم غادي نقرصوا بها، وغنقرص بها ولا غنديرها في الكسكسو ان شاء الله، ولكن غادي نقول لكم جميع التفاصيل بإذن الله. يلا نخليكم والسلام عليكم.